الله وبركاته. درس بسيط، درس تعريفي ببرنامج جمب Graphic Image Manipulation Program. في هذا الدرس سوف نتعلم كيف نقوم بتنظيف الصور اللي كي نضعها في الانتاج الاخير او في غلاف الذي سنقوم بعمله. قم بفتح الصورة عادية، File Open، اختار الصورة، اكبس على Open. سوف تنفتح الصورة، حجم الصورة كبير، يمكنك تصغير العرض للصورة. لن نقوم بتصغير الصورة، لكن سنقوم بتصغير العرض للصورة لنشهدها بدرجة 50%، لكن الصورة هي نفسها بنفس الحجم. الذي أريد أن أفعله الآن هو أن أقوم بتفريغ صورة عدنان من الخلفية الموجودة حاليا، والطريقة السريعة هي أن أقوم بقطع هذا الجزء من الصورة الكاملة. فأذهب وأختار أداة الموس أو أداة التقطيع هنا، ثم أقوم بتحديد حول صورة عدنان، ثم أكبس على زر إدخال في لوحة المفاتيح. الآن الصورة الوحيدة، الجزء الوحيد من الصورة هو صورة عدنان. يمكنني التكبير الآن لأن المساحة ليست بهذا الحجم. ثم أذهب وأخذ الممحاة أو المساحة وأختار الحجم المناسب، مع الحذر من عدم الاقتراب من الأطراف التي أريد أن أحتفظ بها. يمكن أن تقوم بتكبير المساحة عن طريق التحديد الآن القيمة 1، يمكنك أن تجعلها 1.5. حجم المساحة كان أكبر قليلا، يمكنك أن تكبره مثلا إلى 2.1 على حسب الحجم الذي ترتاح في استعماله. تقوم بمسح الأجزاء التي لا تريدها مع التأكد من عدم لمس أطراف الصورة. يمكن التصغير 2.5. الآن بشكل سريع قمنا بتقطيع الأجزاء الكبيرة. سوف نقوم الآن بعملية غوص في الصورة. سوف ندخل إلى داخل الصورة ونصغر الممحاة ونقوم بمسح أطراف الصورة. ممكن تختار 400 إدارات أو أكثر، 800. تقوم بتصغير الممحاة، نقول مثلا 0.5، صغيرة بما يعني. التحرك في أجزاء الصورة لا تحتاج إلى التحويل إلى حالة التحريك. يمكنك أن تكون محدد للممحاة وأنت كابس على زر مسافة أو سبيس في لوحة المفاتيح، إذا كبست عليه يمكنك أن تحرك الصورة والتنقل بين الصورة بدون الحاجة إلى الخروج من أداة المساحة. فالآن سوف أقوم بعملية سريعة لتنظيف الصورة من الأطراف مع التأكد من عدم لمس المواد التي أريدها. طبعا حين ننتهي من تنظيف الأشياء الكبيرة سوف نقوم بتصغير الممحاة إلى شكل أكبر ونقوم بتنظيف الأجزاء الداخلية. العملية تأخذ الكثير من الوقت لكنها تظهر بنتائج أكثر وأجمل. لو كان التفريغ سهلا لفرغ الناس كل الصور، لكن لأنه يأخذ الكثير من الوقت والحذر هذا يصعب العملية في بعض الأحيان. وأنت كابس على زر السبيس يمكنك تحريك الصورة بدون الكبس على زر الماوس، فقط اكبس على سبيس وقم بتحريك الصورة. الفيلم في يوتيوب يأخذ 10 دقائق لا أكثر، فسوف أقوم بإيقاف الفيلم لفترة ثم أعاود حين أنتهي من التنظيف.
الآن انتهيت من تنظيف الأجزاء الكبيرة، سوف أقوم بتصغير الممحة كي تكون صغيرة بحيث أنها تدخل بين خصلات الشعر. الآن سوف أوقف التسجيل قليلا حتى أنتهي من تنظيف الأجزاء الصغيرة. الآن عملية التنظيف انتهت جزئيا. أنا الآن أعد التسجيل بعد تنظيف الصورة، وقد أخذ بعض الوقت، بعض الدقائق. تنظيف الصور يأخذ الوقت وليس بالعملية السهلة. الآن أنا منتهي من تنظيف الصور. كلما أردت أن تدقق أكثر في الصور وفي تفاصيل الصور، كلما ظهرت الصورة بشكل أفضل. أيضا نقطة مهمة، إذا على سبيل المثال قمت بمسح جزء من الصورة بالخطأ هكذا، يمكنك الكبس على زر Ctrl Z في لوحة المفاتيح للتراجع إلى الوراء عن العمل الذي قمت به. الآن قمنا بعمل لا بأس به في تنظيف الصورة، وتنظيف الصورة يكون أفضل كلما زاد الوقت في تنظيفها. الآن إذا عدنا للوراء نجد النص في ملف المستخدم. حسنا، نسميه adnan.png save، ثم نكبس على سيف. الآن حفظنا الصورة بصيغة EMB مفرغة من الخلفية. أيضا يمكنك تجربة جودة تفريغ الخلفية عن طريق إضافة طبقة أخرى. يمكنني أن أجرب مدى نقاوة تنظيف للصورة بإضافة طبقة أخرى خلف هذه الطبقة. فأذهب إلى إنشاء طبقة جديدة وأختار اللون الأمامي الذي هو البني وأكبس على موافق، ثم أكبس على هذه الطبقة وأقوم بنقلها إلى الأعلى فوق هذه الطبقة. Layer Stack Layer to Top. الآن نلاحظ الصورة المفرغة. علميا الصورة هناك أشياء لم نقم بمسحها كليا، من الممكن أننا لم نلاحظ تلك الأشياء بسبب أن الطبقة كانت شفافة، لكن حين أضفنا خلفية ملونة بدأت الأشياء تبان بوضوح هنا وهنا وهنا. فيمكن أن تقوم بإكمال عملية التنظيف حتى ينتهي العمل بشكل مميز وتضيفها إلى الغلاف وحفظ الصورة بصيغة PNG بدون الخلفية. طبعا تكبس على الخلفية وتقوم بإلغاء عند انتهائك من التنظيف. هذه طريقة مختصرة لطريقة تنظيف الصور في تصميم الأغلفة.